فتابع
أيها الحج الكريم، وعمل عن أبا فيصل بعد أن قضى جل عمره في خدمة المجتمع بجهد متواصل ومقابرة دون كلل أو ملل أو عناء. عرف الشيخ أبو فيصل بالشجاعة والنقطة والإنسان والكرم والإنفاق في سبيل الله والنطق في الحق، وعرف بنباهته وحكمته ووقاره. ونحن نفخر ونفاخر أن نكون أبناء مجتمع يكرم رجاله وأعيانه وزعمائه المصلحين الذين ضربوا المثال الرائع بالصبر والحكمة، الجد والاجتهاد في الهمة والنشاط والقيادة الحكيمة. هذه صفات الرجال وهذه مآثر الآباء والأجداد وصفات أهل النقوة والرجولة والصفاء. تكلم من سبقني وقد يتكلم غيري بعدي في فضائل الراحل الكريم. كان رجلا قضى حياته في خدمة شعبه، أخذ لنفسه ما قال كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. إن كان هناك من لا يؤمن فهو ليس في هذه الطاعة، إن اختلف اثنان يقول كتابه أصلح بين أخويكم، أصلحوا بين أخويكم، الأجمل من هذا الكلام الكل إخوة. رجلون وباسم الدين يذبحون، ما أحوجنا إلى من يحمل راية السلام. لقد اشتركنا مرارا مع الراحل الكريم في عقد راية الصلح، وعندما تعقد راية الصلح هذه البيضاء تبقى كل المعاهدات حتى الدولية تصبح خرافة، لأن هذه الراية تعقد على الثقة، على الأمانة. لقد كان المرحوم أبو فيصل موضوع ثقة جميلة. مسلمين ومسيحيين ودروز، كنت خيرة الناس وأنفعهم منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حيث قال الرسول الكريم: خير الناس أنفعهم للناس. كنت رزين العظم، كريما، متسامحا، صبورا، ذا صدر رحب، ماهر في التعامل، متقن لكل عمل، وأسلوبك مع الناس حببهم بك وزاد رفعة من مكانتك. كنت صاحب أذن صاغية، تمتعت بلسان ناصر، وبالخير صاحب قلب حافظ. صفاتك وخصالك وشخصك مدرسة تدرس لدولة تدعي الأخلاق ولا أخلاق. هل كتب علينا في هذا الزمن المجيء أن نكون ما بين خيارين: ذبح الأطفال في غزة أو قطع الرؤوس في الموصل؟ نحن نرفض
هذه الخيارات الصادقة لنقول أننا نعلن الخيار الثالث وهو محبة الأرض والإنسان، ديننا الحنيف المتسامح، محبة الأرض والإنسان لا لتشويه الدين لا لاستعماله مطية ولا لقتل الأطفال وذبحهم باسم حق الدفاع عن النفس المزيف عبر صواريخ الأباتشي القاتلة المتوحشة. عندما يتحدث الإنسان عن الصلح والإصلاح فهو يراد ضد العنف، هذه الآفة المستشرية، هذا السرطان الذي يثني جسدنا في الداخل الفلسطيني. لقد أصبح العنف وانتشار السلاح والجريمة ورما سرطانيا يهدد بنيان هذا المجتمع ليأخذ أجمل ما فيه ويهدد حياتنا ومستقبل شبابنا وأطفالنا. ريعان الشباب، وأذكر هنا أن الأب الفاضل الشيخ عوض أبو فيصل رحمه الله كان أول المستقبلين عندما وفدت إلى هذه المدينة الطيبة أهلها، كان أول المستقبلين والمؤازرين، وقد فتح لي بيته وفتح لي قلبه. أذكر أيها الإخوة يوما بعد جولة مضنية من العمل والسعي في جولات من الإصلاح بين الناس عدنا متأخرين، ورأيت عليه علامات التعب رحمه الله، فقلت له يا شيخ إنكم تقبضون كثيرا على عملكم هذا. نظر إلي متعجبا، كانني أقول له أنكم تتقاضون على عملكم هذا، فتداركت الأمر وقلت له يا شيخ إنكم لا تقبضون الأجر من هذه الدنيا ولكنكم تقبضونه عند الله عز وجل، وهو أجر غير منقطع لا في الدنيا ولا في حياتكم ولا بعد مماتكم. هذا الأجر أجر الإصلاح هو أجر دائم مستمر حتى بعد وفاة المستحيل، وهؤلاء الأعلام. لذلك ذكرت قول الله تعالى أيها الإخوة الطيبين الكرام، ذكرت قول الله تعالى أمامه وقلت له إن الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. المتحجرة التي تشوه معالم أدياننا جميعا، ليس من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم برسومات مسيئة في الدنمارك يمثل المسيحية، ولا من أحرق المصحف في النيويورك يمثلها، ولا من يقطعون رؤوس الدكتور في الموسيقى، ولا من يهدمون الكنائس يمثلون الإسلام. تلك الرؤوس المتحجرة، تلك الرؤوس المتصلبة المتطرفة ستتحطم بإذن الله تعالى على صخرة وحدتنا، على صخرة ألفتنا، على صخرة تماسكنا في هذا المجتمع كما تماسك أهلنا في غزة هناك حيث هدمت المساجد والكنائس إلى جانب بعضها البعض، حيث أوى الجميع مسلمون ومسيحيين إلى بيوت بعضهم البعض واحتضنت الكنائس هناك أهلها من المسلمين. نعم، على هذه الصخرة ستتحطم هذه الرؤوس المتحجرة. أيها الإخوة، أخي سيادة أخي الرئيس، أخي العزيز، أخي هذا الحقيقة أنا بعتبره أخي، لذلك أقول له لقد أحسنت صنعا بإطلاق اسم المدرسة على اسم سماحة والأب الفاضل المرحوم الشيخ عوض الغالي، لأننا نريد أن نجمع
بين الحكمة وبين الإصلاح وبين السماحة والأخلاق وبين العلم. العلم ينهض بالأخلاق وبالتسامح والتصافح بيننا. هؤلاء هم أحياء بيننا، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش دنيا خامل النفس قليل العناء. المتحجرة التي تشوه معالم أديان جميعا، ليس من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم برسومات مسيئة في الدنمارك يمثل المسيحية، ولا من أحرق المصحف في الملوك يمثلها، ولا من يقطعون الرؤوس يا دكتور في الموسم، ولا من يهدمون الكنائس يمثلون الإسلام. تلك الرؤوس المتحجرة، تلك الرؤوس المتصلبة المتطرفة ستتحطم بإذن الله تعالى على صخرة وحدتنا، على صخرة ألفتنا، على صخرة تماسكنا في هذا المجتمع، كما تماسك أهلنا في غزة هناك حيث هدمت المساجد والكنائس إلى جانب بعضها البعض، حيث أوى الجميع مسلمون ومسيحيين إلى بيوت بعضهم البعض، واحتضنت الكنائس هناك أهلها من المسلمين. نعم، على هذه الصخرة ستتحطم هذه الرؤوس المتحجرة. أيها الإخوة، أخي سيادة أخي الرئيس، أخي العزيز، أخي نازل، الحقيقة أنا بعتبره أخي، لذلك أقول له لقد أحسنت صنعا بإطلاق اسم المدرسة على اسم سماحة والأب الفاضل المرحوم الشيخ عوض بلالي، لأننا نريد أن نجمع بين الحكمة وبين الإصلاح وبين السماحة والأخلاق وبين العلم. العلم ينهض بالأخلاق وبالتسامح والتصافح بيننا. هؤلاء هم أحياء بيننا، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش دنيا خامل النفس قليل العناء. ومن سبقهم أيضا سبقونا إخوانا اللي ربنا سبحانه وتعالى اتخذهم برحمته، لن ننساهم أبدا، وإن بصماتهم لن تنسى عندهم مجتمعنا. لا أريد أن أطيل الكلام، لكن أقول يا إخواننا، الشيخ عوض رحمة الله عليه لا ينسى، كان صاحب الخلق الحسن، صاحب البسمة، لا يحمق أبدا، كان حليم، كان كريم. ماذا أقول؟ مهما قلنا لن نقدر أن ننصفه كما، فلا نملك إلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتربط برحمته. أريد أن أنوه بكلمة إلى مجتمعنا. الشيخ عوض وأمثاله هن أبناء هذا المجتمع الطيب. أبناء هذا المجتمع الطيب اللي أبناؤه المجتمع الوحيد في الكون بكل المجتمعات، المجتمع الوحيد إلا إذا بصير في شرخ أو خلاف بين أخوة أو أهل أو فئة أو إيش من الشكل، ما بيهدوش، بضلوا يسعوا وراء الأمور فيضمدوا جراحهم، لأنه جراح شغلنا جراح مثل جراحنا كلنا. أنه حقق تحدثوا عن المثقفين والمستثقفين دكتور أحمد، ثم له أن ما كان في شعبته طيلة هذا المشوار من العمر يفوق أضعافا البروفيسورات والدكتوراتات في موضوع نعم الموضوع إصلاح ذات البين ومحافظة على وحدة هذا الشعب من هذا الباب، حيث جاء في الحديث الشريف لا يؤمن أحدكم حتى يحب ما لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، لا يمكن أن يؤمن المرء منا إذا لم يحب لغيره ما يحب لنفسه. وعندما قال مثل المؤمنين لم يقل مثل المسلمين ولا مثل المسيحيين ولا مثل الدروز ولا مثل اليهود، قال مثل المؤمنين. ففي ذلك لنا نبراس وقدرة،
وهذا كان مجاله وهذا كان تخصصه. فنعم المجال ونعم التخصص. نهنئ سختين ونهنئ شعب العربي أن فيه مثل العم أبو فيصل كما العم أبو مازن طبعا أيضا. أهل الفقيد المرحوم الشيخ عوض خلايل الأعزاء آل خلايل الكرماء أهل سخين الباسفة الشامخة وفود البلاد من شيوخ الأجلاء ووجهاء أفاضل. أقف اليوم بينكم شاعرا مشيدا بمناقب رجل كريم ووجيه همين كان له من المزايا الحسنة والصالحة ما رفع مقامه ومقام بلدته بين البلاد الشيخ عوض خلايل عالم من أعلام جبالنا العلية عرفه القاصر الثاني وقد كان له علاقة أخوية حميمية مع جدي الشاعرين المرحومين محمد أبو السعود الأسدي وقاسم أبو هادي الأسدي. والشيخ عوض راعي الكرامي في المقام من حمى سخنين من أرض الندى اسمه السماء ومن كل حمى قلت وسام أرض المسالي والبطولة والفدا سخنين رمز النور في عصر الظلام. يا عاقب الرايات يا ملك الندى قرب عيدك يا صانع عهود السلام ميراث والد من عهد ماضي بدا ابن ابراهيم الشيخ انظر في الحسام. نعم الخلف نعم السلف بالمنتدى راعي الكافي الساعي للصلح الهمام اسما ابو فيصل بطلعات الحدا مطلع كدر بالوصف كامل عالتمام اسمك ابو فيصل بطلعات الحدا مطلع كدر بالوصف كامل عالتمام لما الهدى ينادي الإيماني للهدى في موقفك إصرارك وقف إمام معروف للمعروف من شوق ندى تكفت كفوف الفضل من فيض الغمام لما الكلام يقول فعلك مبتدا كالفصل طيب بالفعال. رياح النكبة من بلدتنا مع المئات من اللاجئين في سخنين فكان السخنين بلدا مضيافا كريما لنا وكان لوالده الشيخ ابراهيم بن عبد الله الفضل على هذه الجموع التي جاءت بان ساعد على بقائها في البلاد واعطائها الهويه من اجل ان تبقى. عقدت في ذلك الوقت تلميذا صغيرا في المدرسه وكان الشيخ عوض مدرسا فيها وما زلت أذكره عندما كان يأتي إلى المدرسة بلباسه العبسي العربي التقليدي الذي كأنه خلق له وكأنه خلق أيضا له. كان وسيما جميلا شابا حلوا به الرجولة والإباء. الشيخ عوض عرفته بعد ذلك رئيسا للسلطة المحلية وكان قد بنى مدارس وفتح شوارع وعمل أعمال خيرية للبلد ولكن الشيخ عوض كان عدما كبيرا في البلاد في لجنة الصلح والإصلاح. كان في هذه اللجنة عندما يقف أبو فيصل بين أعضاء لجنة الصلح
تكون كلمة قاطعة كان فيصل. كان خبيرا عارفا ذا دراية ذا معرفة بأصول الشرع العربي وقوانين الإصلاح، فكانت كلمته هي الكلمة الفصل في كل لجنة صنع عرفتها. الذي يريد بهذا الشيخ الكبير شيخ النقب والشمال، فأول رحمه الله وأخيرا رحمه الله وشكرا والسلام عليكم. أول ما شفت حالي عملنا معاك تطوير شهرين فحافظنا على ترابها وعلى أهلها وعلى حجارتها وعلى مماتها. لا أنسى زيارتك الأخيرة للكلية عندما كنت لي بقلب تقي ونقي وصادق أمين. اعمل يا أخي تطوير العلم والثقافة. أشد على يديك بأن تقيم الجامعة العربية الأولى في جرير. نم هذا المال أيها الشيخ، فبعونه تعالى سنعمل على إقامة الجامعة العربية الأولى في هذه البلاد، والله بعون بناتكم التي تقابل الأشجار بزوقة وتضاهي الجبال علوة. لقد أكرمتم الوالد، لقد أكسبتم التأثير وقاراً واحتراماً. بارك الله فيكم جميعاً. نسأل الله أن نلتقي دائماً في مناسبة طيبة، وبارك الله في جميعاً. أسمع الجمعة، 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 أسمع الجمع